بتنسيق بين الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، انطلقت في مدينة شرم الشيخ فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة في حضور شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، وتأتي ضمن استراتيجية بناء الوعي 2021. من واقع فعالية رسالة الإعلام الديني عبر الوسائل المختلفة على المستوى الفردي والمجتمعي ومدى بلوغ الطموحات التي تصنع التغيير، مدينة شرم الشيخ تستضيف دورة وندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة في حضور عدد من المسؤولين والإعلاميين المنوطين بالإعلام الديني. فيما يتصل بالندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة قضايا تجديد الخطاب الديني، نعمل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على كل المسارات، الندوات التثقيفية، التوعية، البرامج الإعلامية. تأتي هذه الندوة التي تجمع وتضم مجموعة من الأئمة ومجموعة من الواعظات ومجموعة من شباب المراسلين المعنيين بالشأن الديني لما أكدنا عليه من أهمية بناء الوعي. طبعا الإعلام الديني والإعلام الموجه ضد التحديات الموجودة حاليا كان المطلوب، ولأنه أحد معاول البناء داخل الأمة، يتقصد البحث في مكان من القوة والضعف ضمن الطبيعة الأصيلة للإعلام الديني من خلال انعقاد هذه الندوة ليكون أكثر تأثيرا وفاعلية في مواجهة القضايا الحياتية. العالم كله في حالة قلق، المطارات قافلة، الناس في حالة رعب وزعر في بيوتهم، لكن مصر هنا زي ما احنا شايفين دخل خلال أيام على أكبر مشروع في تاريخها، مشروع 4500 قرية. لابد أن نسعى في تقدم مصر مع القائد الحكيم، ولا ننظر إلى أهل الشر على الإطلاق الذين يرون كل خير شر حتى في أنفسهم وفي أوطانهم، لأنهم لا وطن لهم على الإطلاق. شباب الإعلاميين وأهالي جنوب سيناء أكدوا مدى أهمية انعقاد مثل تلك الندوات والدورات كونها تمثل استفادة في التواصل المجتمعي بصفة عامة. قلة الوعي المجتمعي ده بيؤدي إلى زيادة معدلات التطرف، وده بيستغل الإعلام المناهض في أنه هو يروج للعنف المجتمعي ويشوه صورة الدين. طبعا هنا الإعلام لازم يكون له دور إيجابي ووطني. كل ما بيحدث على أرض جنوب سيناء من مؤتمرات دينية ومؤتمرات أمنية ده بيسمن وبيقدر قيمة المكان والمكانة في جنوب سيناء. كل ما يقيموا مؤتمر أو ندوة طبعا فيها استفادة لمدينة شرم الشيخ، والندوة دي مستمرة، يعني بكرة هيكون فيها حضور من الشباب اللي في شرم الشيخ إن شاء الله. وأخيرا، لم تكتفي شرم الشيخ ساحرة المدن بجمال مناظرها، بل سعت لتزين جمالها باستضافة ندوة الإعلام الديني في رسالة للجميع أن مصر بلد السلام والجمال. كون الإعلام الديني منبرا مهما في بناء التصورات الهادفة لعلاج المشكلات وقضايا الأمة، يأتي افتتاح ندوة الإعلام الديني والقضايا المعاصرة بمدينة شرم الشيخ في حضور عدد من المسؤولين وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني من أجل رسم آفاق المستقبل وأداء أدوار أكثر إيجابية للمؤسسات الإعلامية الدينية. من مدينة السلام شرم الشيخ، وليد هيكل، التلفزيون المصري.